يسعد مساكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج اهل السوق. اليوم نحن بحلقه استثنائيه من العاصمه اللبنانيه بيروت، هالمدينه الحلوه اللي عمرها فوق ال 5000 سنه ما قبل الميلاد. نحن موجودين تحديدا بساحه الشهداء، هالساحه اللي تسمت نسبه للبنانيين اللي انعدموا على ايدين الاتراك بتهمه خيانه الدوله العثمانيه. بهيدي الساحة في مبنى دار الأوبرا القديم اللي هلأ طبعاً تحول لمبنى تجاري، وفي جامع محمد الأمين اللي بيلاصق كنيسة مار جرجس واللي هو صار صورة عن بيروت. خلينا نشوف هون ساحة سميرة قصير. ساحة سمير قصير الصحفي الشهيد واللي هو من أصول فلسطينية ولكن بيحمل الجنسية الفرنسية، وهذا مبنى جريدة النهار اللي هو كمان صار علامة من علامات ساحة الشهداء ببيروت. قدام شوي في عنا مبنى بلدية بيروت وساحة النجمة. ساحة النجمة هي كانت مركز سوق بيروت قديما، واللي كان فيها جميع الأسواق من سوق العطارين، سوق الحرير، سوق النحاس، سوق المعادن، فيها كل الأسواق. تحولت هيدي الساحة للداون تاون واللي هي فيها أهم المطاعم والمقاهي الجميلة طبعا، واللي بيتوافدوا للسواح واللبنانيين بشكل عام. وبما انه نحن عم نحكي عن الاسواق القديمه ولكن ببيروت اللي محت اثار هيدي الاسواق الحرب للاسف اللي مرقت عليها، حنروح على مكان قريب كثير من وسط بيروت التجاري يسمى بالخندق الغميق، واللي هو بعده شوي بيحمل هيدي المعالم الاثريه والمعالم التاريخيه لمدينه بيروت، وبعده شوي بيحمل اسواق قديمه فيها أسواق النجارين، الحدادين، اللحامين، العطارين. رح نروح سوا بجولة صغيرة بالسيارة، المنطقة كتير قريبة، رح نروح بالسيارة ونعرفكن على هيدي المنطقة سوا. هون وصلنا على منطقة الخندق الغميق اللي هي بالعاصمة بيروت، وبتبعد بس 3 دقايق مشي عن الوسط التجاري. مثل ما نكون شايفين المنطقة محافظة على طابعها القديم والأثري. مطرح ما نحن موجودين هون كان اسمه سوق النجارين. حنتعرف سوا على محل نجارة قديم بعده محافظ على هيدي المهنة لهيدا النهار. مرحبا عم، كيفك؟ نحن من تلفزيون فلسطين عم نصور بروجرام اسمه أهل السوق. أهلا وسهلا فيك. نعمل تلفزيون فلسطين. سلام، حابين نعمل معك مقابلة صغيرة عن هيدي المهنة. أهلا وسهلا فيك. شو الاسم الكريم؟ أحمد بحر، أبو علي. أبو علي أحمد بحر. خبرنا عن هيدا السوق وعن هيدا المحل اللي نحن موجودين فيه. هيدا المحل يعني بدك تقولي هالمبنى هيدا عمره من فوق ال 150 سنة. الله يرحمه صاحب المحل متوفى. وأنا جيت استلمت المحل عنه بداله. خبرنا أنت قد إيه لك بالمهنة؟ نحن أولاد الغندق وربينا هون ونشأنا هون بقلب الغندق. بقاس يعني كيف بدي أقول لك قد إيه كنا عمرنا شي 12 سنة 10 سنين 12 سنة كنا أولاد بمدرسة وننزل، كانت كله هذا كله الشارع اللي شايفتي كله كان نجارين هون. نعم. وتولعنا وعلقنا بهالمصلحه وعلقنا بعضنا فيها. وهلا لاحظنا انه بعد في كذا محل نجاره محافظين على هيدي المهنه. مزبوط. بس يمكن هيدا اقدم محل بالمنطقه. مزبوط، هيدا اقدم محل بالمنطقه كلها. فينا نشوف المحل سوا؟ اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. هيدا
خبرنا شو بتعمل بالمحل هون؟ بشتغل كل شيء انا، لكن هلا كان الله يرحمه ابو عبد اللي استلمت منه المحل، كان يعمل هيك شيء اشياء حفر وما حفر. ايه بعدني يعني بعدك تعمل اشياء حفريات قديمه مثل لا القديم لا خلص ما عادش مطلوب هلا، كل الاكثر شيء اللي عم ينزل جاهز العالم عم تجيبه، يعني عم تستخدمه سنه سنتين بتكبه بتقول بنجيب بداله. هذا الشغل اللي كان ضايع، اشياء تجاريه، اشياء تجاريه اللي كان ضايع 20 سنه و30 سنه و40 سنه ما بقى في منه، هذا ما بقى حدا يستعمله خلص. فبقول لك الواحد بجيب له واحد غرفه نوم ابو 800 دولار 900 دولار 1000 دولار خليها تضايله سنه بكبها ويجيب بدالها. بتذكر شيء عن السوق القديم هون؟ هون؟ ايه اكيد. ايه بخبروك اهلك عن السوق القديم، سوق النجارين القديم هون بالمنطقه؟ هلا والله انا كنت ولد وكنت بوعى يعني هيك، بس كله هذا الشيء كله نجارين كله. يعني كان كيف بالنهار ما في من صوت المكنات، كله مع العلم انه كان في سكن بالمنطقه. اكيد ايه من زمان مسكونه، سكن مع بس في طريق ابدا، ببلشوا 8 ونص 9 كانوا حسب ما بيحكوا لي اهلي، 5 4 ونص 5 خلص ما بتعود تسمعي صوت مكنة ابدا ولا شيء. حلو. ايه فينا نعمل برمجه جوا بالمحل؟ خبرنا شوي عن شو بتشتغل هون، شو بتعمل؟ هلا ليك انا هذا في هون الحفر، كونسولات الحفر كان عاملهم الله يرحمه ابو عابد صاحب المحل وبعضهم والله. وهلا انا عم بشتغل، يعني بشتغل هلا بشتغل عطوصايات، بيجيني مطبخ، بيجيني بواب، بيجيني خزاين. الحمد لله. بعد في عالم بتقول لك بدنا اشياء قديمه؟ توصاي. ايه توصاي قديمه. لا قديمه قليل جدا اصلا، ما يعني ما هون ما عندي قديم، بدي اشوفوا محلات المفروشات الانتيكه في. بس انت بتعملهم بتصنعهم الديزاين القديم يعني؟ لا. لا 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 لانه ما مطلوبين، ما حدا عم يطلب، بالنادر لتلاقي حدا عم يطلب لك قطع قديمه. وبعدين القطع القديمه اذا واحد يساويها هلا مكلفه بالايام، حفر ودهان ورش وقشره كثير مكلفه، بقى العالم عم توفر، ما صاروا يحبوا الاشياء الجديده اكثر. صاروا اكثر شيء يعني شغل اللامايكا اللي ماشي هالايام، هلا اللامايكا هذا جاهز بتفسر غزال الواحد يومين ثلاثه جمعه بتكون عنده بالبيتريك. طيب شكرا لك عم. تكرم عينك. شكرا كلك ذوق. اهلا وسهلا موفق. فيكم. تكرم عينك. شكرا. مرحبا عم. اهلا. مرحبا. كيفك؟ نحن من تلفزيون فلسطين عم نصور برنامج اهل السوق. اهلا وسهلا. واليوم حلقتنا عن سوق بيروت القديم. بيروت القديمة يا بنتي ما بقى في ترجع مثل ما كانت. بيروت كان احلى عالم فيها. بيروت الغني والفقير عاش فيها. بيروت ورخص. كان القرش المبخوش يحكي. نعم. نص قرش يحكي. العسكر الملكي كان يقبض 90 ليرة بالشهر ملكي وعايش ملك، هلا بيقبض بالملايين منه عايش. خبرنا عن هذا المحل. هذا المحل بال 75 أخذته أنا، كان محلي بآخر الطريق محل البيبسي بال 54. الوضع اللي بخندق الغمية عالمي، عرفت كيف؟ من جميع ما تخلق ربنا من طوائف فيه، دروز ومسيحية وأرمن وميجنو، وأحلى عالم، محامين ومدعين عام وصنطقين حكمة، ما بقى فضية البلد، فضي ما بقى فيها حدا، ما بقى في بالميدان غير أنا. الله يخليك. خبرنا قد إيه لك تشتغل بهيدي المهنة؟ والله كان بالأول أحسن، بالأول كان الزبون يحلق بنص ليرة وبليرة، هلا ب 10,000 5,000 ما عم بيجي. يما 6-7 ايام ما دخل الزبون. انا غيري ما بعرف. نعم. انت اخذت هيدي المهنه عن اهلك شيء؟ نعم. اخذت هيدي المهنه عن اهلك؟ اخذت المهنه انا من لا تعلمتها ببوابه يعقوب وين رياض الصلح. كان الهول هنيك والاطفائيه بشارع البنوك.
بلد كانت صغيرة، التربة كانت برات البلد، التربة هي المقبرة برات بيروت كلها، السكر بوابة السرايا، بوابة خان أنطون، باب دريس، هذول البوابة بس سكوا سكرت بيت ما فيها حدا. عرفتي كيف؟ هلا كبرت 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 اسم الله يغزل، صارت بقلب البلد التربة وعايشين بمهد عيسي. أنت كنت بالمنطقة لما كان السوق هون سوق النجارين؟ عالمه العالم ما تعيش عج العالم، أربع خمس محلات نجارين، كان في دكان عاملين معمل قازوز غير جلول تحت 15 قرن أنت عند جلول، رغيف الفلافل اللي بربع ليرة هلا ب 4000، على البصة ب 3000، شو عم تحكينا؟ ما بقى في نعم. خلينا نشوف المحل جوا. تفضلي. في اشياء بالمحل ما بتعرفيها ولا بتعرفوها انتو، صور هون فوق راسك برمي. تفضل شوف هيدا هون الحجد، ايش اسمه؟ العجرم. عجرم. وفي البحراء والحجد هون، محل استجراك كان جندي المجهول حاطي له برنيطة. هيدا البرج، هيدي السرايا على تبع الحكومة بالبرج باخر ورا قبل الرفلي. نعم. هذه بيروت بالليل، هيدي بالنهار. هذا سبت الأسود انضرب، شو اسمه؟ بعدك محتفظ فيهم كلهم هول. 80 سنة عشت على هالأرض أنا. فرنسا حكمت هون، نحن كنا هون. صار أقصى بهالبلد. صار أقصى، وقبل ما رضوا ياخذ الجنسية بربع ليرة. شو بنعمل له؟ احنا كنا قطايط. نقول له هلا بدنا نهوض معه. هذا هي هيدي ضيعتنا، هيدي الصورة إلي ب 53. نعم. طيب شكرا لك، شرفنا بمعرفتك. الله يخليك بصحتك يا عم. شو بتريدوا أنا هون؟ تسلم. نحن صرنا موجودين بمنطقة البسطة اللي هي شارع الفوقاني للخندق الغامق، تحديدا بسوق العتق. هيدا السوق مشهور بالأنتيكا وبالمفروشات القديمة. حنحكي مع العم صاحب ديوان عمار، حنجرب نحكي معه. مرحبا عم. مرحبا. كيفك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. نحن من تلفزيون فلسطين عم نصور برنامج أهل السوق. أهلا وسهلا. شفنا هون أنه هيدا ديوان عمار هو تقريبا أشهر محل ببيروت لسوق العتق يعني. نعم. خبرنا عن اسم حضرتك. أنا اسمي يوسف عمار، صاحب محل ديوان عمار. نعم. وهيدا المحل مثل ما تفضلتي معروف، ونحن هيدي المصلحة ورثناها عن الوالد ولم تزل. والسوق عبارة عن عدة محلات وعدة أنواع من البضاعة، وتقريبا يعني بمتناول جميع المستويات وجميع الموديلات وال نعم. خبرنا شو في عندك بالمحل، كيف تستورد بضاعتك؟ عم شوف هون في تريا قديمة شوي. نعم، هذه تريا اسطنبولية أيام السلاطين، يعني هذه من القطع القليله الموجوده، لانه هذه معموله بطريقه من البرونز المثقل الباب اول. نعم. وبالاضافه لفي كثير شغلات فينا نفوت نعمل برمه سوا جوا؟ ايه اهلا وسهلا، تفضل ما في مشكله. خبرنا شو عندك هيك اشياء بتعز عليك انت، او اشياء اكثر شيء قديمه؟ يعني في شغلات كثير قديمه، في شغلات مثل ما بقولوا عندي انا تقريبا خليط بين القديم والقديم اكثر يعني. نعم.
عندي قطع هيك هون شيء مثلا، هيدي من القطع القديمه الاسطنبوليه القديمه هيدي، ومشغوله كمان هاي بالمدرسه الالهاميه، معموله بطريقه هيدي عمرها من فوق ال 150 سنه. نعم. القطع المهمه عرفتي كيف. عندي هاي المرايه كمان اسطنبوليه كلها منزله بالصدف الرهاج، يعني عباره عن مرايه كلها شغل يدوي تقريبا بتتعدى ال 100 سنه عمرها. عندي هودي الشمعة دادنين فرنساوية بورسلين مع برونز، كمان هم القطع الغريبة. في هذه القطعة المزهرية كابو دي مونتي إيطالية، يعني كمان قطعة مهمة. هذه قطعة صينية القديمة الأصلية، كمان من القطع اللي عندك. هونيك قطع من أيام العصر المملوكي، هيك شغلات كمان زمن الله. هونيك بتشوف هاي القطع، يعني مجموعة أخشاب قديمة كتير، هاي دي أيام العصر المملوكي موجودة. في عندي كونسول هيدا إنجليزي فيكتوريان، من أهم القطع الموجودة كمان. نعم. بالإضافة في هاي الفازة، هاي كلها منزلة بالفضة، برونز ومنزلة بالفضة، هاي دي إيرانية عمرها من فوق 300 سنة. يعني في شغلات كتير موجودة، يعني يمكن ما بيوسع الوقت انه نقدر نستحضرها كلها. عندك كمان كونسول هونيك امبير فرنساوي، هيدا من القناصيل المهمة. نعم. وفي شغلات عندك هونيك فازين برونز كتير حلوين، هودي اللي على الكونسول المودرن. وعندنا شغلات كمان مثل ما فرجيتكم بالخارج. نعم. هون برا عندنا هيدا هو بيصير سوق العتق، هيدا الممر. هيدا الممر بيصير السوق تقريبا لمعظم المحلات اللي موجوده بالسوق، يعني هيدا السوق الداخلي. يعني هيدا هون السوق الداخلي، الممر الداخلي تبع السوق. فيك تتجهي للاخر، وفي عندك هيك تتجهي لاخر السوق من هون. بالاضافه ل في السوق الرديف له اللي بالوجه دغري، في سوق يعني احدث منه شوي ولكن موجود بالوجه كمان مفروشات نعم نفس الطريقه. وهي حلاوتها السوق هون انه اللي بيجي فيه يقدر يشتري قطعه بدولار، وفي يقدر يشتري بقطعه ب 100,000 دولار. يعني كل المستويات ولكل الناس ولكل الاحتياجات. يعني نعم. شكرا لك، عزبناك معنا. شكرا، كلك ذوق موفق. شكرا، نحن جاهزين يعني.